أن القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فالقرآن الكريم مهما ذكرنا له من نصوص، سواء من الكتب القديمة أو من السنن والآثار، هو مهمته مصدق ومهيمن. ما معنى مصدق؟ يعني يعيد الشيء الذي قد يكون دخله شيء من سوء الفهم الإنساني إلى الحقيقة. هذا هو التصديق. التصديق مش يدي لك ختم أو شهادة مصدقة، وإنما التصديق هو إعادة الشيء إلى حالة الصدق ثم الهيمنة عليه. ذلك ما فعله القرآن مع التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وكل رسالات الأنبياء. يصدق عليها يعني يعيدها إلى حالة الصدق بعد أن حرفت، ثم يهيمن عليها، يضعها تحت جناحي. فكل ما يروى لنا من سنن يجب يا ابني أن نصدق عليها بماذا؟ بكتاب الله تعالى. ففي هدي الكتاب ونور الكتاب سوف تكتشف ما إذا كنت ستقدم على الكتاب شيئا أو لا يقدم على الكتاب شيئا.